هي نفس رسالة الدولة. أقول الأول الحمد لله رب العالمين على اللي احنا فيه. ربنا إن شاء الله بركة الأيام اللي جاية المفترجة واللي احنا فيها, وإن شاء الله هيعدي الموقف ده على خير, وإحنا لغاية دلوقتي كويسين. ناس تلتزم بالتوجيهات الحكومة وتلتزم بكل التعليمات وشرط الصحة, وإن شاء الله الفترة اللي احنا فيها دي هتعدي. كل بصراحة الإعلام مش مخلي حاجة ما بيقولهاش من توجيهات السيد رئيس الحكومة كلها. الناس تلتزم, اللي بيلعب رياضة يلعب رياضة في البيت, بيحاولوا يخلقوا أي حاجة تسلي الناس في البيت, دي حاجة كويسة. لكن إن شاء الله هتعدي الفترة على خير ونرجع تاني لحياتنا الطبيعية, وبإذن الله مصر بخير وأمان إن شاء الله.